غزة. نحن نعمل في مفاوضات مكثفة ولدينا زيارات مكوكية على مدار الفترة السابقة لتخفيف الأعباء عن المعاناة للشعب الفلسطيني، وقد أسفر ذلك عن بعض النتائج الطليلة. الأمر الذي لا يعني أن رفع لا يعني ذلك رفع الصار على غزة، إن الشعب غزة يشعرون بأنهم قد تم هجرهم والتخلي عنهم. طوال الأسبوع الماضي تابعت عن كثب ما عدد من الشاحنات التي تدخل إلى غزة، العديد منه شاهدوا هذه الشاحنات وأنها بصيص من الأمل، ولكن ذلك نوع من تشتيت الانتباه. إن شاحنات الوقود لا يسمح لها بالدخول إلى هذا القطاع، وبالتالي فإن الوقود المطلوب لتشغيل الشاحنات لا يتم السماح له بالدخول إلى غزة. نحن علينا أن نرسل رسالة أن شاحنات الوقود مطلوبة لتشغيل هذه الشاحنات. إن النظام الذي يتم العمل به حاليا تعذر عليه القيام بما يجب أن يقوم بها. المطلوب هو التوصيل المستمر للإعانات بشكل مستمر وسلس. نريد إيقاف إطلاق النار لضمان إيصالها للمحتاجين إليها، وهذا ليس كثير نطلبه. إن المدنيين قد دفعوا ثمنا باهظا لذلك الصراع، أكثر من شخص مليون شخص قد نزحوا من الشمال إلى الجنوب، وقتل آلاف الأشخاص وآلاف أيضا جرحوا بدون إمكانية الوصول إلى أي مستشفى بعد ذلك. وكل ذلك يتم على مرأى ومسمع منا جميعا. كل يوم أصبح يوما سعيسا للولايات الأمم المتحدة والأونروا، لأنهم لا يستطيعون أن يقوموا بأي شخص أي شيء لأي شخص يتعرض. اليوم على الأقل 157 شخصا قتلوا، وعلى الأقل لدينا كل يوم على الأقل تأكيد بأن هناك 15 شخصا يقتلوا. هؤلاء أمهات أطفال وأشخاص رائعين قد كرسوا حياتهم لمجتمعهم، وسواء كانوا في غزة إن لم يكونوا في غزة فقد كانوا ربما كانوا جيرانك. أحد زملائنا منذ يومين مضوا مات أثناء ذهابه إلى أحد المخابز لشراء الخبز، وقد خلف وراءه 6 أطفال. وفي هذا الوقت لدينا آلاف من زملائنا في الأونورا، على الرغم من أن حقيقة أنهم يبدون تعاونهم ولديهم خوف من معاناة آلاف من شعب غزة وتحت، وعليهم أن يقوموا بارتداء سترات الأمم المتحدة ودامون للعمل. كل ذلك يتم تحت القصف والقصف الإسرائيلي. بعض منهم يدعون إلى الحدود في ليالي وقت متأخر من الليل ليشاهدوا هذه الشاحنات، وبعد ذلك نشهد أن هناك تصريح وهناك تصريح للدخول، ويحملون صناديق ويقومون بتحميلها وتفريغها للشاحنات في الظلام الدامس في ظل القصف الرهيب والقصف الجوي الإسرائيلي. إن زملائي هم وجه الإنسانية الذين يقومون بما في أحلك أوقات الإنسانية التي تمر بها، ولكن في الوقت نفسه لديهم قلق وخوفا من أن كل النازحين من الشمال إلى الجنوب فهم يقومون بالتعامل يشعرون بوطأة هذا القصف المتواصل على، ولا يشعرون بأولئك الجائعين والغاضبين والمحبطين. نحن لدينا مضى أسابيع قليلة منذ اندلاع هذه الحرب، ويذهب الجميع إلى الأونروا، ونحن وجه المجتمع الدولي. نحن هو نفس المجتمع الدولي الذي يبدو أنه قد تخلى عن شعب غزة،
وهو أمر مؤلم لي بالضبط أن أجد أن الاحتياجات الأساسية للشعب دائما محط تساؤل، وهناك نوع من اليأس ويعانون من كل هذه المعاناة تحت أنظارنا. إن زملائي في غزة يعطونا تقارير ويزورونا تقارير أن القطاع الصحي تماما قد انهار، وأن عمال الإغاثة يعانون معاناة شديدة لإيصال هذه الشاحنات وهذه الإعانات لمن يحتاجونها، وأن الشعب يعاني من الجوع ويرون أن نظام الصف الصحي ينهار. هناك أيضا الجوع ينتشر بشكل رهيب في المنطقة. إلى أي مدى يمكننا أن نواصل ذلك؟ لا أعرف الإجابة على هذا السؤال، ولكن على وجه اليقين فهي عدة أيام قليلة. دعوني أوضح أيضا أن الكثير مننا لا يمكن للعمال أن يدخلوا في مناطق كثيرة بسبب هذا القصف المستمر. دعوني أوضح أمرا شديدا، لدينا آلية مراقبة واضحة، وهي منظمة الأونرا، منظمة لإيصال الدعم للمحتاجين والضحايا لهذه الحرب. نحن نعطي المساعدات لكل من يحتاجها بوجه أكثر، ونرسل القوافل، وقد يكون إن قوافل الأونرا أيضا تعرض للقصف، وفي الوقت نفسه لا نحول أي من هذه المساعدات ولا نتلقاها في أيدينا، ولكن نقوم بإيصالها. لقد أصدرنا عدة دعوات لإنتشار حكم القانون وسيادة القانون على هذه الحرب. ذلك يعني أن يتم تطبيق القانون الإنساني الدولي وتطبيق مبادئ المساواة والتفصيل والتفرقة بين المدنيين والمحاربين. لابد من إعطاء أولوية وحماية المدنيين الأبرياء، وتأكد من ضمان سلامة وأمن الأبرياء والمدنيين ومراعاة حقوقهم. وللقيام بذلك يجب علينا، وبالنسبة لي هذه نقطة مهمة جدا، نحن بحاجة أن نرى وجه الإنساني للأبرياء والمدنيين من شعب غزة. هو عندما نقارن ونخلط بين أهل غزة وبين حماس فهذا ظلم لأهل غزة، هذا أمر عار على الإنسانية. وعلينا أيضا أن ندرك أن نحن نقوم بشكل غير عادل في هذه الحالة. إن مراعاة التفرقة الإنسانية بين شعب غزة وحماس، فإن شعب غزة يستحقون التضامن معهم. لا أحد يمكنه أن يدعي على الإطلاق أن الصور ومقاطع الفيديو للمعاناة غير المسبوقة لشعب غزة بسبب القصف المتواصل من قبل القوات الإسرائيلية. لا يمكننا أن نتخلى ونغض الطرف عن هذه الكارثة الإنسانية. ملايين من الناس يطالبون في هذه اللحظة وفي قطاع غزة وفي هذه المنطقة بالتحديد، لماذا لا توجد إرادة لاتخاذ الإجراءات وإيقاف هذه المأساة وهذه المحرقة؟ إنهم يستحقون لإجابة، وتأخير هذه الإجابة فإنها عار على الإنسانية في هذه المنطقة، وستزيد من معاناة وتوسيع رقعة هذا الحرب. وأخيرا بصفتي المسؤول عن الأونروا، فإن أعرب عن تضامني مع شعب غزة وتضامني مع مجتمعهم. إن غزة هي مكان قد بدأت فيه عملي منذ 15 عاما مضى، وأشعر أنه يجب أن يتم هذا التواصل. شكرا جزيلا.